ينضم إلينا من العاصمة طهران السيد سعيد شاوردي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. سيد شاوردي، مرحبا بك. كيف استعدت إيران للرد على إسرائيل ثأرا لإسماعيل هنية؟ تحية طيبة لك دكتور حسين ولجميع المشاهدين. طبعا نحن كنا على الدوام نسمع حديث للعسكريين الإيرانيين، وخاصة في قوة جو فضاء التابعة للحرس الثوري باعتبارها المسؤولة عن القوة الصاروخية الإيرانية وأيضا المسيرات، أن الخطط العسكرية لمواجهة إسرائيل أو أي حرب وشيكة قد تقع بين إيران وإسرائيل هي خطط عسكرية تم تجهيزها منذ فترة بعيدة، على الأقل أنها تعود لعقد من الزمن. والكلام يدور حول أن حتى الصواريخ التي توجد في المنشآت العسكرية، ومعظمها طبعا هي منشآت تحت الأرض، تقع تحت الأرض أو تسمى بالمدن الصاروخية، هي موجهة وتقف بشكل عمودي وجاهزة لأن تطلق نحو أهداف في إسرائيل. ولكن أتصور، وكما أيضا سمعنا، أن هذه الخطط هي موضوعة لحرب شاملة عندما تقع حرب شاملة بين إيران وإسرائيل. ولكن العملية التي تنوي إيران من خلالها الانتقام إلى الشهيد إسماعيل هنية هي تختلف عن تلك الخطط، وتحتاج إلى شيء من الاستعدادات العسكرية، خاصة أنها تأتي بالتنسيق أو بالتعاون مع حلفاء إيران في المنطقة، في مقدمتهم حزب الله وحركة أنصار الله. ولكن هذه الاستعدادات أعتقد أنها لن تستغرق وقتا طويلا، وقد تكون يعني مفاجئة، لكن بكل تأكيد لا نعلم بساعة الصفر أو طيب الوقت الذي ستختاره إيران وحلفائها. طيب، ولكن سيد سعيد، هل الرد الإيراني على إسرائيل هذه المرة سيكون بميزان من ذهب وحساس، وسيكون ردا محسوبا كما حصل في المرة السابقة التي ردت فيها إيران بالمسيرات، وكانت إسرائيل كما قيل على علم بأن إيران ستقوم بالرد في هذا التوقيت؟ لا، حقيقة أتصور أن العملية ستكون يعني مختلفة تماما عما حصل في أبريل عندما هاجمت إيران أراضي فلسطين المحتلة في ذلك التاريخ. و الحديث الذي أشرت له حضرتك ونحن أيضا سمعناه من أنه كان قد علم نوعا ما الإسرائيليون بالتوقيت الذي ستشن من خلاله إيران هجومها الصاروخي. طبعا في إيران نفت إيران هذه التصريحات أو التسريبات أو ما نشره الإعلام الغربي، وقالت هي مجرد أكاذيب. ولكن هذه المرة حقيقة يعني يوجد تكتم كبير، ولكن لم سيد نسمع شاوردي أي تسريبات. نعم، أنا لازلت معك، ولكن عذرا في هذه النقطة تحديدا، نحن عندما كنا نقوم بالتغطية كانت التقارير الواردة إلينا ووسائل الإعلام الأخرى أيضا كانت تقول إن المسيرات الإيرانية أمامها 5 ساعات وتصل إلى إسرائيل، وبعد فترة من الوقت يقال بأن الطائرات أو المسيرات الإيرانية تبقى لها من الوقت ساعة وتصل إلى إسرائيل. معنى ذلك أن الخطة ربما تكون كانت معلومة. لا دكتور حسين، يعني هي في الواقع لو أردنا أن ننظر إلى الخطة عسكريا، أنت تعرف أن المسافة بين إيران هي تزيد عن 1000 كيلومتر، حوالي 1300 كيلومتر. فالمسيرات التي تم استخدامها في تلك العمليات هي ليست المسيرات من الأجيال المتطورة، فهذه المسيرات التي تم استخدامها كانت سرعتها بين 150 إلى 200 كيلومتر في الساعة. فعندما تم انطلقت هذه المسيرات من عدة نقاط في إيران،
وتم رصدها في الأجواء، فكان بالإمكان يعني حساب المدة الزمنية التي ستصل خلالها إلى إسرائيل وأن تجتاز هذه المسافة 1000 إلى 1300 كيلومتر. فبناء على هذا تم تحديد أنه متى ستصل إلى إسرائيل، ولكن إذا ما تم الهجوم في هذه المرة بالصواريخ البالستية فهذا سيكون مختلف تماما، لأن الصواريخ البالستية ومن ضمنها صواريخ الجيل الأول من صواريخ فرط صوتية التي تسمى صواريخ فتاح، هي لم تستغرق إلا حوالي 400 ثانية حتى تصل من الأراضي الإيرانية إلى إسرائيل. طيب فهذه المسافة، هذه المدة الزمنية هي قليلة جدا، وأعتقد ستواجه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مشكلة حقيقية في التصدي لهذه الصواريخ، خاصة إذا ما تم إطلاقها بأعداد كبيرة كما يتبين يعني من بعض الإعلام. طيب سيد شاوردي، موقع البحرية الأمريكية قبل قليل أشار إلى وصول حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت إلى مضيق هرمز قبالة إيران. كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟ وهل خطوة كهذه ربما تجعل طهران تعدل من خطتها للرد على إسرائيل؟ لا، حقيقة أنا لا أتصور أنه سيكون هناك تراجع عما أعلنته إيران بعد البيان الذي أصدره مكتب السيد علي الخامنائي، والذي هو حقيقة بيان يختلف عن جميع البيانات التي أنا على الدوام جميعا نحن نتابعها عندما يصدر السيد علي الخامنائي بيانات في الكثير من الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وردت عليه إيران أو توعدت بالرد. تلك البيانات حقيقة لم تكن بهذا الوضوح وبهذه الشفافية وبهذه القوة، فالمفردات التي تم استخدامها في البيان الأخير بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية توضح أن قرار مهاجمة إسرائيل قرار لا تراجع فيه، وأنه سيكون ردا قويا. والحاملات الطائرات الأمريكية أتصور هي حقيقة ستكون نقطة ضعف للولايات المتحدة الأمريكية بدل أن تكون كيف ذلك؟ نقطة قوة، بسبب أنه القوة البحرية الإيرانية، وأنا من خلال متابعتي للشؤون العسكرية الإيرانية أتصور أنها قد تكون حقيقة هي القوة الأعظم والأخطر في القوة العسكرية الإيرانية بسبب ما تمتلكه من صواريخ وتقنيات. وإيران بدأت العمل في تطوير مشروعها الدفاعي بدءا من القوة البحرية، بسبب أن الاحتكاكات التي حصلت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي بدأت من البحر والمياه الإقليمية الإيرانية، فعملت الولايات المتحدة في ذلك التاريخ على إقراق عدد من الفرقاطات الإيرانية والقطع البحرية الإيرانية، فاستثمرت إيران كثيرا على القوة البحرية التابعة خاصة للحرس الثوري طيب. باعتباره هو المسؤول عن نعم، الأمن هنا والمياه الإقليمية الإيرانية. سيد سعيد شاوردي.